وللحديث أكثر عن المساعدات التي تقدمها منظمة أم القرى والخطط المستقبلية لمساعدة النازحين والمتضررين في المخيمات، ينضم إلينا الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. أهلا ومرحبا بك يا دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. دكتور، يعني هلا حدثنا عن المساعدات التي قمتم بتوزيعها في الصقلاوية. نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة كانت هذه الحملة المنظمة مخطط لها ومعد لها مسبقا منذ فترة لعوائل الصقلاوية منطقة البعكاش، وتأخرت بسبب هذه الظروف والحظر التجوال وإجراءات الصحية، وجاءت توزع على هذه العائلات. هناك ما يزيد عن 700 عائلة، هؤلاء من عوائل المفقودين المغيبين المعروفة. باتت هذه المنطقة تعرف بمنطقة المفقودين والمغيبين. فكانت هذه الوجبة الأولى تضمنت 250 منحة مالية على 250 عائلة موجودة ضمن هذه المنطقة. وهذه المنح المالية هي جزء بسيط ممكن قدمته المنظمة في سياق حملات مستمرة إن شاء الله لتوزيع لهذه العوائل التي هي بحاجة ماسة كبيرة، وقليل من يصلهم إلى هذه العائلات حيث لا يوجد لديها المعيل، وتضرروا فقدوا معيليهم في هذه الحادثة الشهيرة. نعم. اختطاف ذويهم. نعم. طيب، يعني كيف هي يعني أحوال أسر المخفيين قسريا، خصوصا بعد أن غاب معيلهم عنهم وسط هذا الإهمال الحكومي والظروف الصعبة التي يعيشونها؟ بالتأكيد يعني وضعهم صعب جدا، حيث استمعنا وسجلنا شهادات قسم منهم. هم يعني يشكون، هم دائما السؤال عن مفقوديهم. المرأة تسأل عن زوجها، والأخت تسأل عن أخيها، والأم تسأل عن ابنها أو زوجها. الحقيقة يعني قضيتهم مأساة كبيرة ومؤثرة جدا، وهم يناشدون يعني منذ 3 سنوات وهم يناشدون، لكن لا مجيب لهذه المناشدة، ولم يحصلوا على أي رد أو جواب على قضيتهم. فلكن أقول لك، نحن يعني صار أمر واقع، ونشكر كل من يمد لنا يد العون والمساعدة، فهم يعني يعتاشون على هذه المساعدات من المنظمات، من المحسنين. فحالهم صعب جدا، نسأل الله يفرج عنهم ويعيد إليهم مفقوديهم. يعني نعم، هل هناك خطط لمساعدة أسر المعتقلين والمغيبين مستقبلا؟ إن شاء الله، كما قلت سابقا هذه الحملة أيضا الوجبة الأولى، وإن شاء الله ستكون هناك وجبات أخرى لاحقة إن شاء الله، وضمن برنامج المنظمة في إغاثة هذه العوائل المحتاجة، عوائل المفقودين. هم أحوج من غيرهم في الحقيقة، حيث لا يصل إليهم إلا القليل، ومن يلتفت إليهم يعني في هذه الظروف الصعبة، ولا سيما في ظل جائحة كورونا. وهذا مناشد حقيقة، استغل هذه الفرصة المناشد كثير من المحسنين والمتبرعين بأن يلتفتوا إلى هؤلاء، حيث يعني وضعهم صعب جدا وقليل من يصل إليهم، وهم بحاجة إلى مساعدة في هذه الظروف الإنسانية الصعبة. نعم، المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.